كان أول وقبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كان نرحب بكم أولا إلى منزل عائلة بوهدوز عزيز، وكان نقولوا بأن مسي عزيز بوهدوز الآن حاليا كنتمنوا له الشفاء إن شاء الله، لأن راه مصيب برجليه، ونتمنوا له الشفاء ونتمنوا الشفاء لجميع اللاعبين اللي راهم مصابين. باش نقول لكم البدايه ديالو في كره القدم، لانه هو اولا يتبدل، لانه هو تزاد هنا في هذا الحي مدينه بركان، هي هو حي المحمدي، خرج لاعبين كبار تبارك الله، كعائله البرازيل وعائله كما نقولوا فقول، وعائله كبيره خرجوا مننا تبارك الله بهذا الحي المكتب، ونتمنوا، لان زائد كاين سي لاعب ديالنا، لاعب كبير، هو لاعب زياج اللي من هنا من مدينه بركان، ونتمنوا الفريق ديالنا ان شاء الله هذا نهار السبت باش نتاهلوا لكاس العالم، لان التاهيل ماشي سهل باش نتاهلوا لكاس العالم، لان هذه مده ديال 20 سنه راه ماشي سهله، وتبارك الله علينا، ونتمنوا الفرحه تكبر ان شاء الله، ونتمنى بكل صراحة أنا راني فخور بالأخ ديالي عزيز بوهدوز، لأن أعطانا في الإقصائيات كأس إفريقيا، ونتمنى إن شاء الله اليوم غادي يعطيونا الدراري، واخا الأخ ديالي ما حاضرش معاهم غادي يعطيونا التأهيل إن شاء الله، باش نفرحوا كاملين، لا المدينة ديالنا، لا الحي ديالنا، لا جميع المغاربة ديالنا، الحمد لله المغرب عنده لاعبين كبار، وحنا مأمنين، حنا عارفين رسالنا بأن ما الفريق ديالنا غادي يتأهل نهار. حنا كيف حنا كعائلة عزيز بوهدوز فرحانين بزاف لأن عندنا لاعب متميز من مدينة بركان، وحنا فرحانين بزاف لأن الحمد لله العم ديالنا فرحنا بزاف وشرف المدينة اللي هي مدينة بركان، وإن شاء الله المقابلة إن شاء الله غادي تكون مسيرية، وحنا كنديروها بفارغ الصبر، لأن المقابلة كما نقولوا صراحة مقابلة صعيبة، صعيبة بزاف، ونتظروا إن شاء الله باش نفوزوا في المقابلة، وإن شاء الله الأخو العم ديالي عزيز بوهدوز واخا مصاب نتمناو له الشفاء العاجل، كما نقولوا واخا ما حاضرش في مع المجموعة، ولكن راه القلب ديالو مع المنتخب، ونتمناو إن شاء الله توفيق اللاعبين، جميع اللاعبين المغاربة إن شاء الله، وإن شاء الله بنفوزوا، والله الوطن الملك وديما مغرب. مرحبا بكم في شوف تي في مدينة بركان دار عائلة بوهدوز. اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم بالله ما عزيز بوهدوز ما تيكون حاضر مع مقابله المنتخب الوطني، انه مصاب، وان شاء الله غادي يكون مقابله مصيريه ان شاء الله اليوم السبت، والعم ديالي عزيز بوهدوز واخا ما حاضرش بالقدم ديالو حاضر بالقلب ديالو، وفيف فيف المنتخب المغربي، وان شاء الله مربوحه ان شاء الله المنتخب. السلام عليكم، كنرحب بكم في مدينه بركان بشوف تي في، ومرحبا بكم في دارت عائله بوهدوز. بشكل نقول لكم بلي دائما كيسولوني صحابي في الطريق من كندور، كيقولوا لي في المدرسه، كيقولوا لي كيف قا عمك، واش غادي يلعب مع المنتخب، واش غادي، دائما كيسولوني بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج كيسولوني عليهم، بحال يقول لي بنادم يقول لي واش غادي تمشي تفرج، واش غادي يقول لك عمك. كنتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لعمي عز ان شاء الله الشفاء، باش يولي ان شاء الله حتى المنتخب ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله يكون حاضر المصير ديالو، وان شاء الله الفوز باللقب ان شاء الله. صراحه نتمنوا ان شاء الله الشفاء لهذا اللاعب، لان هذا اللاعب عزيز علينا كاملين، المغاربه كاملين، خاصه المغرب الشرقي، لان هذا محب لهذا اللاعب، لان تبارك الله عليه بان في المنتخب الوطني في كاس افريقيا، ونتمنى ان شاء الله حتى الى ما حاضرش في الاقصائيات الكاس العالم، الى ما مشاش معاهم في الاقصائيات المقابله الاخيره، ولكن ان شاء الله غادي يكون حاضر في الكاس العالم في روسيا. نتمنوا له الشفاء جميعا، نتمنوا لهم الشفاء كاملين، واللي غادي نقول لكم نتمنوا الفضل، نعطيو واحد الفضل للسيف وزير قجع اللي زيدنا، اللي داها الجامعه، داها بعيد، وعطانا لاعبين كبار، وتاهلنا، وغادي تاهلنا لكاس افريقيا، وغادي نتاهلوا لكاس العالم، وصراحه واحد الفريق اللي تاهل لدا كاس افريقيا، لا فريق الوداد البيضاوي، كنتمناو له زعما صراحه فرحنا له بزاف حنا كمدينه بركان، واللي غادي نقولوا هنيئا للفريق ديالنا، وهنيئا للسيف وزير القجع،
ونتمنى كلنا ان شاء الله رحنا فرحانين.